نحن الآن في هذه القرية في جمهورية نيامي، قرية بوبون تبعد عن العاصمة 100 كيلو، لتنفيذ مشروع مكافحة العمى لمتبرعي حملة سباق الخير 2 يوم 13 رمضان، الذين تبرعوا لمساعدة وعلاج إخوانهم المرضى. وهذه العمليات من العمليات المفيدة جدا والرخيصة، فقط 40 دينار يرجع البصر والنور إلى هؤلاء المرضى. بتوفيق الله تبارك وتعالى تمت عمليات فتح العيون لهؤلاء، وهؤلاء يعتبر الدفعة الأولى من العمليات التي تقدر عددهم 300 وزيادة. فنسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء المتبرعين. جمعية إحياء تراث الإسلام وجمعية آفاق الخير الكويتية والإخواننا الأفاضل حملة سباق الخير، فجزاهم الله خير الجزاء. رأيتكم جدا، شكرا لكم يا أهل الكويت.